بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله طريقة تجميد البسلة. عندنا كيلو بسلة مفصصينه مع جزرتين كبار مخرطينهم مكعبات، وهنغسلهم كويس مع بعض وهنحطهم في مصفى. وبعد كده عندنا حلة على النار مليين اكتر من نصها مية، والحلة تكون حجمها ياخد حجم المصفى اللي احنا حاطين فيها البسلة، وهنسيب المية لحد ما تغلي معانا. واول ما المية تغلي معانا كده هنطفي عليها النار على طول، وهنحط مصفة البسلة بحيث المية تغطي البسلة 3 دقايق بالظبط، ما نزودش ولا ثانية. بعد 3 دقايق بالظبط هنشيل البسلة من المية وهنحطها في الحوض، ونخلي بالنا واحنا بنشيلها علشان المية بتبقى سخنة قوي، وهنفتح عليها مية جارية لحد ما نبردها خالص ونطلع منها كل السخونة. بعد ما نبرد البسلة هنخليها في المصفى شوية تنزل المية الزيادة منها. بعد كده هنعبي البسلة بكيس بلاستيك، وبعد كده هنحطها في كيس بشكل مسطح كده، وهنخرج منها كل الهواء، وهنقفل الكيس كويس بأي لزقة عندنا. وبعد كده هندخلها الفريزر ونستخدم منها وقت ما احنا عايزين.